بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أحبائي الكرام في قناتكم، قناة تفسير حلم، تفسير حلمنا واللي يهمنا. صاحبة الحلم بتقول: أنا حلمت إن في تعبان جاي من الحمام، وبعدين طلع على بطني، وبعدين قعد يقرصني. أقول بالله التوفيق في تفسير هذا الحلم أن هذا الثعبان عدو قريب جدا، وطبعا حاولي تتجنبيه، لان طبعا حضرتك ممكن تكوني بتتكلمي في اسرار في بيتك بتخرجيها بره لحد، فالتعبان ده بيحاول او القريب منك ده بيحاول يستغل اسرار بيتك دي بطريقة غلط. هذا والله تعالى اعلى واعلم. أذكركم أحبائي الكرام بمتابعة قناتكم، قناة تفسير حلم، تفسير حلمنا واللي يهمنا، وطبعا ترك أحلامكم في التعليقات، إن شاء الله سوف يتم الرد عليكم في الفيديوهات القادمة بمشيئة الله تعالى. وطبعا ما تنسوش ترسلوني على صفحة تفسير حلم، تفسير حلمنا واللي يهمنا الخاصة بالفيسبوك، وما تنسوش طبعا ترسلوني كمان على الانستجرام. سيبالكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. ألقاكم على خير مع تفسير آخر وحلم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.